وعايز بقى واحده لوتس واتنين مشكل لحوم. طب ما تزود جبنه بالمره بقى. فكره كويسه برضو. هات لي بقى ايه ده؟ مين ده؟ انا ضميرك الحي يا سفاح الفطير الشرقي. ضميري؟ انا ما عنديش ضمير. انا ضميري مات من زمان. موتني بالحياه يا مازن. انا ما كنتش ميت، انا كنت بس غايب. وايه اللي غيبك عني كل السنين دي؟ ليه تسيبني لنفسي وشهوات؟ شهوات؟ شهوات يا اسطى، انت ادمانك الوحيد بس كنت لوتس. تقدر تقول لي كنت فين كل ده يا ضميري؟ كنت فين لما لخبطت في الدايت لحد ما بقاش في دايت؟ كنت فين لما اختلست كل الفلوس دي بالشركه لحد ما بقاش في شركه؟ دي مشكلتك يا مزونه، انك بتلومني على كل حاجه مع ان المفروض انا اللي الومك. كفايه تأنيب يا اخي كفايه. بشغلي طيب اعمل ايه؟ تأنيب ضمير. ليه سبتني اعمل كل ده؟ كان لازم اشوف حالي يا اخي، كان لازم ابعد عنك. انا بعدت عشان اتجوزت. اتجوزت؟ انا حياتي كانت ناشفه يا مازن، كان لازم ضمير مؤنس يمنع عليا دنيتي. بس انا خلاص رجعت لك وهومك من تاني يا صاحبي. انا اسف اني ما كنتش شايفك زي ما كنت شايفني، وانا ممتن برضه ان انت رجعت عشان تشيلني وتسندني في محنتي من غير اي مقابل. طبعا طبعا يا مازن، انا مش مستني منك اي مقابل. الناس ما كنتش لاقي اي مكان اسكن فيه انا ومراتي. لو ممكن يعني تفتح لنا عقلك الباطن لحد ما نلاقي مطرح وبعدين هنمشي. تاني مراتك؟ اه مراتي، عرفك عليها ضمير قبل حكمت. لقيتها ضمير متكلم و15 حلقه فوقعت بغرامها. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. حلقة يا عزيزي أدعي إن هي من أقرب الحلقات إلى قلبي. تخيل عزيزي أنت قاعد في ليلة وحيد بتتفرج على فريندز للمرة الـ15 وبتحضر ولادة ريتشل للمرة الـ16 وحيد وزهقان وبائس والأسوأ من كل ده جعان، فتروح تفتح التلاجة تشوف الكلام على إيه. يبدو إن مفيش حاجة مثيرة للاهتمام، التلاجة يبدو إنها بتتبرد عليك يا عزيزي. مش شغلها يا أبو حميد؟ أو ممكن يبقى في حاجات بس أنت مش لسه هتسخن، فهتمسك موبايلك تشيك 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 وتطلب رقمك المفضل الدليفري. ألو؟ وفجأة بتتحول مشكلة من إنك عايز تاكل وتظهر حيرة في الاختيار بين أوبشنز المختلفة للأكل، برجر شاورما ولا بيتزا، ولا نضرب طار بالساعة 2 بالليل ونعرف الطرب على الشريان التاجي. وسط هذه الحيرة يا عزيزي عايزك تفتكر جدك القديم، الراجل الغلبان اللي كان بيجري ورا الغزلان في حشائش السافانا ويا عالم هيفشل ولا لأ. لو شاف منظرك دلوقتي كان هيحس بإيه؟ تخيل يا عزيزي جدك القديم ده لو دخل مطبخ بيتك وبص شاف دي اللي بتحفظ الأكل عشان ما يبوظش، واللي بتحفظ المية الساقعة عشان تقدر تربعها في الصيف، ولا البوتاجاز، البوتاجاز اللي بيغلي الأكل عشان ينقي من الميكروبات اللي كانت ممكن تموته، والشغلة الحلوة اللي بتخلي الأكل أطرى عشان نقدر نبلعه ونهضمه وناكل منه كتير. الحقيقة عزيزي إن المطبخ اللي إحنا بنبص عليه وبنتكلم عنه ده هو عبارة عن معدتك، بس يا عزيزي زي ما تقول كده تعملها أوت سورسينج. أنت النهاردة يا عزيزي من خلال واحد بيك تيست بس، مش لازم حتى يبقى كومبو، ممكن تاكل اللي محتاجه في اليوم كله. أنت النهاردة مش بس عندك كل الأجهزة دي فيما يسمى المطبخ، لا ده أنت عندك مطاعم كمان توفر عليك عناء الطبخ. يا جيال ما شافتش تعب. في مصر يا عزيزي عندك اكتر من 90,000 مطعم. في السعوديه مبيعات المطاعم والكافيهات سنه 2021 وصلت لحوالي 85 مليار ريال. انت مش بس كده يا عزيزي، انت النهارده عندك فكره الكلاود كيتشنز. تخيل يا عزيزي المطعم اللي هو بديل مطبخك بقى بيجيب مطبخ يبقى بديل مطبخه. الكلاود كيتشنز دي يا عزيزي بتخلي اداره المطاعم تتم بشكل اكثر كفاءه من ناحيه اوت سورس المطبخ. عايز اقول لك عايزين هناك شركه سعوديه زي فودكس واخده استثمار بقيمه 200 مليون دولار عشان تطبخ الاكل، لا ده عشان تعمل سيستم للمطاعم. على فكره محمد انا بعرف اعمل سيستم حلو قوي بالصلصه. اللهم لا حسد يا عزيزي مش هتبصله في اللقمه. اللي عايز اقوله لك ان البطن بتاعتنا مع التقدم التكنولوجي والحضاري اصبحت اكبر واكثر تعقيدا ومحتاجه انظمه تشغلها. انت النهارده يا عزيزي ما عدتش محتاج تطبخ الاكل، انت بقيت تقدر تصنع الاكل. انت في التقدمات اللي جايه ان شاء الله ما عدتش محتاج تقتل كائنات عشان تاكل لحمه. انت النهارده تقدر تعمل لحمه في المعمل. انت فعلا مش بس في مرحله بقى اللي هو هنطبخ الاكل بقى وهنعمل ومش عارف ايه وهنجيب مقادير ما كانتش موجوده وهنعمل حاجات صعبه قوي ان هي تتعمل، ده احنا هنكريت، هنجيب خليه من هنا وخليه ونفضل نتكاثر ونعمل لحمه سينثيتك مصنوعه. دي يا عزيزي كلها تطورات بدات بفكره الطبخ. من غير طبخ مفيش حضاره، ومن غير حضاره ما كانش هيبقى فيه دحيح، ومن غير دحيح ما كانش هيبقى فيه اكل. مش عارف اكل عيش يا عزيزي. والنهارده عايز احكي لك ثلاث حكايات من تاريخ الاكل او تاريخ النهم. يا ابو حميد النهم. نهم يا ابو حميد نهم. كوكب الأرض يا عزيزي مش دايما بيكون مكان سهل تعيش فيه. بالعكس، ده الأصل فيه إن هو مكان صعب وموحش، خصوصا بالنسبة لجدك الإنسان القديم. جدك يا عزيزي اللي كان تعبان وشقيان ومش لاقي وسائل راحة زيك من حوالي 42 ألف سنة فاتوا، قرر هو ومجموعة من البشر القدام يهاجر من أفريقيا ويروح أوروبا. فكرة جديدة.
معرفش بصراحه ليه يا عزيزي ممكن حد يبقى عايش في افريقيا وعنده ميه خصبه في الزراعه وجو معتدل في الصيف والشتاء يوم هاجر ويشت بقيت حياته في اوروبا. مش بس يا عزيزي الجو اللي كان صعب، بعد هجره البشر زمان واستقرارهم في اوروبا واجهتهم تحديات جديده ما كانوش يعرفوا عنها حاجه، زي مثلا المرض الغريب اللي بدا يظهر بينهم واثر بشكل خاص على الاطفال. عضمهم يا عزيزي ما كانش صلب، كان طري وفي تشوهات. هذه التشوهات خلت كتير من الاطفال دول يموتوا في سن صغير، واللي عاش منهم كمل حياته بتشوهات. المرض ده يا عزيزي اتسمى بعد كده بالريكتس او الكساح عند الاطفال، أوستيوملاسيا أو لين العظام عند الكبار. بعض الدراسات التاريخية بتقول إن المرض ده كان منتشر وقت الإمبراطورية الرومانية، وكان الريكتس بيجي لطفل روماني من كل 20 5% يا عزيزي. على الأغلب المرض ده كان موجود من قبل كده كمان. الأطباء وقتها كانوا عاجزين قدام المرض ده نحله إزاي، لأنهم ما كانوش عارفين إيه سببه أصلاً، والأدلة العلمية لأسبابه ما ظهرتش قبل أوائل 1920. لما مجموعة من الأطباء عملوا تجربة في فيينا على بعض الأطفال المصابين بالكساح، وبشكل غريب جداً حالتهم اتحسنت بعد ما سمحوا لهم يلعبوا بشكل منتظم في البلكونة. الله ما تقلقيش يا مدام، الولد ياخد الدواء ويلعب في البلكونة لمدة أسبوعين بعد الأكل. ألف سلام عليك. شكرا. ساعتها كده يا عزيزي أدركنا إدراك. إيه يا أبو حميد؟ أدركنا إدراك، وهو أهمية ضوء الشمس في تطور العظام بشكل صحي. ما هي العيال دي لما طلعت البلكونة شافت الشمس، أكيد مش حامل غسيل هو اللي عالجهم. النهارده عزيزي إحنا عندنا فكرة أعمق عن الموضوع، وهي إن الأشعة فوق البنفسجية لما بنتعرض لها من الشمس بتنشط جزيئات الكوليسترول اللي تحت الجلد فبتتحول لفيتامين دي، والفيتامين ده يا عزيزي ضروري لامتصاص الجسم للكالسيوم. الكالسيوم اللي هو إحنا محتاجينه عشان إيه؟ نكون عظام كويسة وقوية. فلو بصيت يا عزيزي الجميل على الخريطة هتكتشف إن الأراضي اللي بتقع شمال خط عرض 42 تقريبا ما بتتعرضش في الصيف لأشعة شمس كفاية، وبالتالي البشر اللي عايشين في المناطق دي ما بيكونوش جوه أجسامهم كمية فيتامين دي اللي الجسم محتاجها، وبالتالي انتشر الكساح بينهم زي الوباء. طبعا أنت متخيل إن أنت كل ما تطلع لفوق ناحية الشمال هتلاقي نسب الكساح بتزيد بين البشر أكتر وأكتر، والناس مثلا اللي عايشين في منطقة زي السويد دلوقتي اللي الليل فيها ممكن يوصل لـ 18 ساعة في اليوم بيعانوا أكيد بقى من المرض ده بشكل مخيف. إلا إن ده مش صحيح اطلاقا 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 الحق، لان الناس اللي كانت عايشه في المناطق الاسكندنافيه كانوا من اكتر البشر صحه في اوروبا كلها، وما شاء الله زي ما شفت في مسلسل فايكنجز كده كانوا بيجتاحوا الكوكب كله. مبدئيا كده احتلوا الدنمارك والنرويج والسويد، بعدها كده قاموا معديين دخلوا خدوا اجزاء من انجلترا واسكتلندا وايرلندا ما جاتش عليها، وقال لك بقى طالما نزلنا بقى ولبسنا الكوتش احنا نحاصر باريس. بعد كده سفنهم اخترقت سواحل اوروبا الغربيه. بعد كده قام قال لك طب ما نعمل حاجه على الضيق كده، فقاموا رايحين على مضيق جبل طارق. ايه يا اسطى ورايحين في اتجاه البحر الابيض المتوسط، فبالك لما نطلع بقى ايطاليا واسبانيا والمغرب وفلسطين. بعد كده زهقوا من البحر المالح راحوا مسافرين خلال الانهار والممرات المائيه الروسيه للبحر الاسود. طب يا جدعان ينفع بحر اسود من غير بحر قزوين؟ تعال تجيب الفقر يعني. راحوا بحر قزوين وعلى طول الطريق لحد بغداد. فاسيا بقى عزيزي كانوا بيقابلوا القوافل اللي جايه من الصين ويتبادلوا معاهم العاج والفرن مقابل التوابل والفضه. وعلى الناحيه الثانيه ابحروا في شمال المحيط الاطلسي كله واكتشفوا جزر فارو وايسلندا وجرينلاند. القديم ولا الفتة يا ابو حميد؟ المهم عايزين بالمره كده مع الاوردر نزل لهم سايدز اجزاء من كندا وامريكا الشماليه، وصلوا لها يا عزيزي قبل كولومبس ب 500 سنه. جامدين قوي عزيزي الفايكنجز دول، ما سابوش حته في العالم ما احتلوهاش. ما اظنش يا عزيزي اني محتاج احكي لك كتير عن قوه مقاتلين الفايكنجز، لانهم اوريدي بيتضرب بيهم المثل في القوه والشده والجرأه، وهم كانوا كده فعلا. فالسؤال المهم دلوقتي ازاي؟ تيجي منين؟ ان مرض بيصيب اوروبا كلها بسبب قله الشمس اسمه الكساح، وحرفيا الناس بيبقى عظمها ضعيف، والناس اللي كانوا عايشين في اقصى الشمال واحتلوا ثلاث ارباع العالم كان جسمهم بالقوه دي. فبعض الاوقات الشمس بتقعد اربع خمس ساعات وبعدين الليل يليل، ازاي بقى دول ما كانوش بيعانوا من هذا المرض؟ بص يا عزيزي بالرغم ان الدول الاسكندنافيه ملعونه بنقص حاد في اشعه الشمس، الا ان علاجهم كان حرفيا حواليهم. فين؟ في البحر، وهو سمك الكود او الجادوس. السمكه دي لم تكن مجرد مصدر غذائي ليهم من البحر بيعتمدوا عليه بشكل اساسي، لا ده السمكه دي كانت ايضا مصدر غني بفيتامين دي. فيتامين دي يا عزيزي موجود في هذه السمكه بكثره في لحمها الدوني وبالاخص في كبدها. وجبه واحده بس من سمك الكد مع شويه كبده وبيض ممكن يدوك كميه فيتامين دي يكفوك شهر، وبالتالي مش هيبقى عندهم مشاكل بسبب غياب الشمس. ده احنا يمكن ما
منكونش بنبالغ لو قلنا ان سمك الكارد هو السبب الرئيسي ان احنا عارفين الفايكنجز النهارده. من غيره ما كانوش هيكونوا بالقوه الضربه دي في اوروبا. ويمكن احد الممارسات اللي قالوها لاجيالهم اللي بعدهم هي استخراجهم وشربهم لزيت كبد سمك الكارد اللي هو زي ما قلت لك جزء غالي جدا من فيتامين دي. مش بس كده، من اوائل العصور الوسطى والسمكه دي كانت ضروريه للفايكنج خصوصا في سفرياتهم عبر المحيط. فبعد ما كانوا بيصطادوا السمكه دي بيعلقوها ويعرضوها لرياح بحر الشمال البارده عشان تنشف وتبقى مجففه. وسلام بقى لو حطيت عليها ملح كتير وبقى سمك مملح، انت كده ايه ممكن تحفظه من انه يبوظ وتنقل منه كميات كبيره في السفن بمنتهى السهوله، خصوصا السفن اللي طالعه رحلات طويله في المحيط الاطلسي. فلما تجوع وانت على السفينه تقوم مكسر السمك المجفف ده وتاكله زي البسكوت. هو غالبا طعمه ما كانش احسن حاجه، بس هو مصدر غني بالطاقه والفيتامينات ورخيص في نفس الوقت. والقيمه الغذائيه في السمكه دي مش بس انها عاليه بفيتامين دي، لا ده نسبه البروتين في السمكه الواحده بعد ما تتجفف ممكن توصل ل 80% تقريبا. شوف يا عزيزي، الاكل اللي قد يبدو انه شيء بعيد جدا عن موازين القوة في الحقيقة حاجة في منتهى الأهمية، ولو كلت منه صح تقدر تقود العالم وتحتل بقى الدنمارك والسويد والنرويج وشوية من إنجلترا وشوية من فرنسا وسواحل أوروبية وتروح العراق وتمشي في بحيرات في روسيا والبحر الميت والبحر القزويني، كل ده بالأكل. بالإيه يا محمد؟ بالأكل. بالنسبة للفايكنجز سمك القد كان حل مثالي جدا، أو الكود يا عزيزي عشان برضه مش جاي له قدورة يعني. المهم إن السمك ده كان حل مثالي جدا للفايكنجز. التخفيف والتمليح واستخراج زيت كبدة السمك خلاهم يقدروا يكونوا من أقوى شعوب المنطقة، والوقت طويل جدا. إلا إن الحال في بقية أوروبا أقل حاجة تتقال عليه إنه كارثي. إنه إيه يا أبو حميد؟ كارثي. لو بصينا يا عزيزي على اوروبا في القرن ال17 وال18 وال19 تقريبا يا عزيزي مش هتلاقي حاجه ممكن تتاكل ما كانتش بتتغش مبدئيا كده يا عزيزي. فالسكر واي مواد غذائيه كان يا عزيزي بتخلط بالرمل والتراب والجبس، بيغشوها يا عزيزي عشان يبيعوها ارخص او يبيعوها بنفس السعر ويكسبوا فيها. واحد يقول يا ابو حميد معقوله السكر بيتخلط بالجبس بتاع المونة؟ ده اروح فيكم في داهيه. بس انت فوتت الرمل والتراب. استنى عليا يا عزيزي، استنى اجيب لك الزبده. للاسف يا عزيزي الزبده كمان كانت بتبقى مليانه بالشحم ودهن الخنازير. تعبت اتوترت ايه ده شويه اجيب لك شاي؟ فكرتني يا عزيزي بالشاي. شاي يا عزيزي كان بيتحط فيه نشاره خشب ورمل وروث اغنام. ايه ده يا جدعان؟ ايه القرف ده؟ شرق السكر. ايه يا ابو حميد اللي انت بتقوله ده؟ انت كرهتني في الحياه، انت خليتها خل. وانا ما قلتلكش يا عزيزي طعم الخل يا عزيزي كان بيتحط عليه حمض كبريتيك. انا مش بهزر والله، بكلم بجد، عشان يديله حته في الطعم. هتلاقي يا عزيزي ده في كل حاجه. الحليب كان بيكملوه بالطباشير، ومركبات سامه من الزرنيخ والنحاس كانت بتضاف للخضار عشان يبقى لونه اكثر خضارا. مع انه مخضر باكل حاجه انا بزرنيخها، بس صراحه يا عزيزي كرز في انجلترا ما حدش كان بيغشه، كرز بيتباع كرز. بس يا عزيزي تفصيله صغيره كده، ان هم البائعين لما كانوا بيبيعوه كانوا بيلحسوا كل كرزايه ببقهم عشان يبقى بيلمع. شوف بقى يا عزيزي انت ليك الحريه تحب تاكل بقى بالزرنيخ بالتفافه بالتباشير، تستنى الغرمه ما تخلص ورا وتاخد منها تعمل كوبايه شاي، انت وذوقك. انا هنا كمان يا عزيزي بكلمك على سلع مش اساسيه قوي. تخيل بقى كانوا بيعملوا ايه في الحاجات الاساسيه زي العيش واللحمه مثلا. العيش يا عزيزي او الخبز بالتحديد كان سلعه في غايه الاهميه بالنسبه للانجليز خلال القرن ال19. بالنسبه لناس كتير فالخبز ما كانش مجرد حاجه جنب الاكل كده، لا ده كان هو الاكل نفسه. حسب المؤرخ كريستيان بيترسون فتقريبا من 65 ل80% من مصروفات الاسر الانجليزيه على الاكل كانت على الخبز. وده يا عزيزي ما كانش حبا في الخبز قد ما كان جاي من ان الاسر كانت فقيره وصعوبه الاحوال الاقتصاديه. فكر بقى يا عزيزي يا ريتهم كانوا بياكلوا خبز كويس. في كتابه ذا نيتشر اوف بريد طبيعه العيش اونستلي اند ديس اونستلي ميد الحلو منه والمغشوش منه، بيتكلم الدكتور جوزيف مانينج عن صناعه الخبز. هو يا عزيزي بيقول فيه معناه ان ما كانش فيه خبز قوي يعني، بس كان في صناعه بصراحه. بيقول يا عزيزي ان الخبازين بيضيفوا للدقيق قبل ما يخبزوه تباشير ورصاص ابيض وجير مطفي وبودره عظم. ايه ده؟ وحقا لحق يا عزيزي مش دايما هذه الاضافات بتكون مقصوده. البرلمان الانجليزي سنه 1862 عمل تفتيش لعدد من المخابز ولقى مخابز كتيره ممتلئه بخيوط العنكبوت. طب ايه المشكله يا ابو حميد؟ وحشرات مختلفه على طول الحيطان والاسطح اللي بيعجنوا وبيخبزوا عليها. اظن ده ممكن يعمل تلوث. والله يا ابو حميد حاسس ان النقاط الاخيره دي مش فارقه معايا قوي. اما بقى عزيزي اللحمه فكانت موضوع تاني خالص. اكبر سوق للحوم في لندن كان اسمه لندنز سميث فيلد ماركت، واحيانا كان بيطلق عليه كاج ميج. وده يا عزيزي مصطلح عامي معناه الحرفي وراء رخيص. وراء يا عزيزي هنا الحقيقه كلمه مؤدبه عن الكلمه المقصوده. السوق ده يا عزيزي كان معروف بريحته النفاذه واللي كانت ببساطه ريحه اللحوم المتعفنه اللي منتشره في السوق، لدرجه ان احد الاشخاص الحاضرين لتحقيق برلماني سنه 1828 تحقيق بخصوص سوق اللحوم ده بيقول انه شاف فيه جثه بقره كانت فاسده جدا كانت بتاخد رشوة
الصدفه؟ لا يا عزيزي، بيقول ان دهنها كان بيقع منها زي الوحل الاصفر. الحيوانات يا عزيزي اللي كانت بتتباع هناك كانت بتيجي من الارياف ماشي، ولو وصلت اصلا وماتتش بالتعب او المرض اللي بيقابلوها في الطريق كان احيانا ممكن تتسلخ وهي لسه عايشه عشان يبيعوها قبل ما تموت. في سلخت قبل ما تذبح طلع بجد. طبعا يا عزيزي هذا الكلام في غايه القسوه والوحشيه والقذاره والانحطاط، بس يا عزيزي عايزك لا تقسو على هذه المجتمعات. خد بالك ان لحد هذه الفتره لم يكن هناك طريقه نحفظ بيها الاكل بتاعنا، سواء هناخده من مكان زراعته كان خضار او فاكهه، او من مكان تربيته في حاله اللحوم لحد الاسواق. فكان التجار بيلجأوا لهذه الاساليب يا اما عشان يغطوا على الطعم الفاسد بتاع الاكل او عشان يكسبوا اكتر. المهم يا عزيزي في اوائل اربعينات القرن 19 حصلت يا عزيزي معجزه غيرت الطريقه اللي بنتعامل بيها مع الاكل تماما، واللي كان بطلها ومش عايز احرق لك، عايزك اسيبك واعمل بوز يا عزيزي لو سمحت وفكر ايه ممكن يكون هذا المنتج. وقف لو سمحت. خلاص رجعت تاني. المنتج ده يا عزيزي كان الجليد. مش يا ابو حميد كان في حاجه اسمها العصر الجليدي وطول عمر الجليد موجود على الكوكب؟ خليني اشرح لك عزيزي. سؤال حلو، خليني اشرح لك. الحكايه يا عزيزي بدات مع رجل اعمال امريكي في بوستون. ايه ده بوستون يا ابو حميد؟ لا يا عزيزي مش انا اللي بوستون، هو اللي بوستون. رجل اعمال ده اسمه فريدريك تودور. عمك فريدريك في لحظه صفى كده مع نفسه، اكتشف ان جليد وانهمليك حاجه جامده جدا. بس فكر فيها، الجليد ده بيعمل نفسه من غير اي تكلفه ونضيف ومتجدد وكمياته غير محدوده. طب ما تيجي نعبي الجليد في ازايز، طب ما نعمل شركه تبيع المنتج الجامد ده. كفكره يا عزيزي الموضوع يبان ان هو مربح جدا، بس هناك بعض العوائق البسيطه. اولا لم يكن هناك بنيه تحتيه تنتج وتخزن الجليد، لان اصلا ملهاش سوق. عشان يبقى في سوق للجليد انت محتاج تلاقي طريقه تقطع بيها وتوزع الجليد ده في نطاق واسع، ومحتاج تبني مخازن وتأمن حقوق تجار الجليد، ويبقى عندك سلسله وكلاء وناس تشحن لك الجليد ده. وقبل اي حاجه اصلا انت محتاج تخلق طلب على الجليد، وخصوصا في الاماكن اللي فيها الجليد شيء نادر او مش موجود اصلا. كبزنس يا عزيزي خليني اقول لك ان هي مخاطره كبيره جدا، ويا لوح ما بعدك لوح. وكفكره ناس كتير اعتبرتها ضرب من الجنون، لان اكبر ريسك فيه ان انت بتتعامل مع منتج لو سبت نص ساعه في الشمس هيروح منك، ممكن يسيح. اه باشا، شحنه الجليد ساحت، مش عارف اكل ايس كريم. الجليد ده لما يسيح يا عزيزي يتحول لميه ملهاش اي قيمه. الا ان يا عزيزي بعد سنين بقى من تطوير هذه الفكره ونشتغل ونقطع الجليد ده ونعمل، اكتشف عمك فريدريك انك لو عزلت الجليد بشكل كويس وباستخدام نشاره الخشب اللي هي لحد دلوقتي شيء ملوش قيمه، خلينا بنغش بالشاي. بس شوف طلعت نشاره الخشب عازل حراري ممتاز يخلينا نقدر نحفظ الميه في جليد. فالجليد هنا ممكن ما يسيحش ويفضل مكمل معاك كده لفتره طويله بشكل مدهش. عزيزي انت زمان يا عزيزي كان قدامك ساعه بكتير قوي يوم عشان تشرب كوبايه اللبن اللي لسه نازله من البقره. عزيزي انت عشان تاكل فرخه محتاج تذبحها وتاكلها في نفس اليوم، ما كانش فيه عمليه التجميد المهمه جدا عشان الاكل يقدر يقعد معاك فترات طويله. ده حصل في القرن ال 19. اكتشفنا ان احنا واو نشرت الخشب ممكن تخلي الجليد يحافظ على كله جليد ونحفظ الاكل. نشاره الخشب صنعت حضاره. دلوقتي عزيزي بقت تترمي بس على الارض في الحنه. ما تكونش عزيزي نشاره خشب. في الواقع يا عزيزي الخضره المفاجاه على نقل الاكل وحفظه لمسافات طويله لما اكتشفنا التل خلانا نقدر نشوف حاجات عمرنا ما كنا كبشر نتخيلها. انت عزيزي دلوقتي بتاكل اكل نضيف فعلا، مش بس كده، انت عزيزي دلوقتي بتاكل خبز اتزرع قمحه في كانساس. في ايه؟ في كانساس. ولحم بقر ارجنتيني والضاني من نيوزيلندا وشوكولاته سويسري لو معاك فلوس يعني، وغيرها وغيرها من المواد الغذائيه في جميع انحاء العالم. المواد اللي بدات تظهر على ترابيزات سفره بتبعد الاف الاميال عن موطنها الاصلي. شكرا نشاره الخشب، شكرا ايها الجليد. الاكل يا عزيزي المشاهد موضوع حساس جدا بالنسبه لنا، لانه من الحاجات القليله اللي ما بطلناش نعملها من اول تاريخنا على الارض حرفيا. يمكن نوع وجوده الاكل نفسه اتغيرت، والطريقه اللي بنطبخ بيها لا شك اتطورت، وبقينا قادرين نحفظ الاكل من التلف عشان نستهلكه بعدين. بناكل فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف في لحظه يا عزيزي. ممكن تطلب فيليه مينيون من افخم مطاعم باريس ويجي لك بالطياره وهو سخن وموحوح. انت ده يا عزيزي البشر الاغنياء مننا، مش علاء اللي بيتفرج على الحلقه، كامل احترامي لمستر علاء. بس يا عزيزي لا شك ان التقدم اللي وصلنا له ان انت تكلم المطعم ويجي لك بالدليفري خلال 45 دقيقه، خلال بقى ساعه، ده انجاز. السؤال دلوقتي يا عزيزي اللي بنساله، واحنا ممكن نروح على فين؟ في ايه ممكن نعمله بعد كده في عالم الاكل اصلا؟ لو فكرنا يا عزيزي في اللحمه مثلا هنلاقي ان احنا قادرين ننتج ونستهلك كميات مهوله منها، اكتر من 365 مليون طن في السنه تقريبا. يا رب ده يعني كل يوم مليون طن. مش بس كده، معدلات استهلاك الافراد اللحمه في دول زي امريكا واستراليا اللي ممكن توصل لحوالي 120 كيلو في السنه، مرشحه بقوه انها تزيد في السنين الجايه. ده غير البلاد الناميه اللي افرادها شويه بشويه ابتدوا يستهلكوا لحمه مش
بشكل متزايد وحقهم. فالطلب على اللحمة غالبا مش هيقل خالص ده لو ما زادش. ده عزيزي يعمل مشكلة تانية خطيرة. صناعة اللحوم واحدة من أكبر الأسباب لانبعاث غازات الاحتباس الحراري، والدراسات عن الموضوع ده لقت إن صناعة المواد الغذائية ككل بتساهم بتلت الانبعاثات الخاصة بغازات الاحتباس الحراري في العالم. ناس كتير بقت شايفة إن إحنا محتاجين نقلل من استهلاك اللحوم في أكلنا، بس طبعا حاجة زي دي صعب تحققها. إحنا بقالنا آلاف السنين بناكل لحمة. هتيجي تقول لي سيب الطبق اللي في إيدك ده عشان الكوكب بيسخن؟ أنا في صفك عزيزي، ما تقلقش، بحب اللحمة زيك. بس ماذا لو هناك طريقة نقدر نفضل ناكل بيها لحمة والشكل وكل هذا الكلام من غير ما نذبح حيوان واحد؟ أوه. ممكن في حاجه كده يا ابو حميد، ناكل لحم من غير حيوان؟ اه عزيزي، هناك تكنولوجيا مثيره للجدل دلوقتي، ناس كتير شايفه انها قد تكون الحل لانقاذ كوكبنا، اللاب جرون ميتس او اللحوم المزروعه في المختبر. تخيل عزيزي، هنتحرك من المطاعم والكلاود كيتشن الى المعمل، هنعمل اكل بتاعنا في المعمل. اللحوم دي بتستخدم ممارسات من التكنولوجيا الحيويه لزراعه اللحوم باستخدام الخلايا الجذعيه او اسمها الستام سيلز. الخلايا الجذعيه دي هي نوع خاص من الخلايا عندها القدره انها تتحول تقريبا لاي نوع خلايا في الجسم، خلايا الجلد وخلايا العضلات وخلايا الكبد. وعشان تجيب الخلايا الجذعيه دي بنروح لمصدر اللحمه اللي انت عايزه، مثلا البقره. مساء الخير، انت بقره؟ اه سوري للاسف. هناخد عينه من نسيجك من غير ما نقتلك يا بقره ولا حتى نضرك. بعد كده يا عزيز ناخد الخلايا الجذعيه بالانسجه دي في المعمل وبنحطها في مفاعل حيوي او بايو رياكتور. وعشان تخلي الخلايا الجذعيه دي تتحول للحمه في الاخر، فانت محتاجها تتحول لخلايا عضلات او دهون لانك في الملبس يعني. وده بيتم من خلال اضافه عناصر غذائيه واحماض امينيه عند بتاع ما وراء الطبيعه ابو حميد، وهرمونات نمو، ومصل خاص اسمه FBS. المكونات دي كلها بتحفز الخليه عشان تبدا تتكاثر وعددها يزيد. فمع الوقت الخلايا الجذعيه الواحده ممكن تتحول لتريليون خليه عضليه. تخيل بقى كميه الحواوشي والبرجر والناجتس اللي ممكن تطلع من خلايا جذعيه واحده. طب ايه يا جماعه، مين المشكله دي؟ ها ادينا قعدنا حبك للحمه مع الاحتباس الحراري مع حول الحيوان واتصالحنا وانبسطنا مع بعض عادي اهو. احنا ليه يا ابو حميد بقى مش شايفين اللحمه الجديده دي في حياتنا؟ ها الكلام ده يا عزيزي هناك في مشكله اساسيه. ما دايما حلو عزيز ما بيطولش غير في البرنامج ده للاسف. المشكله يا عزيزي ان اللحمه الانيمال فري مش انيمال فري 100%. فاكر مصل FPS اللي قلت لك عليه من شويه؟ المصل ده اسمه فيتال بوفاين سيرم، وبيستخرج من فين؟ من اجنه البقر المذبوحه. فاللي بيحصل ان لو في بقر حامل هتتذبح، الجنين بتاعها بيستخرج منها ويتسحب من دمه مصل FPS ده. قد يكون طبعا ده شيء بشع شويه، لكن لحد دلوقتي وربنا يكرم الاطباء وبتوع التكنولوجيا والعلوم ويحلوا هذه المشكله، بس هو ده اللي موجود لحد دلوقتي للاسف. هي دي الطريقه الوحيده لانتاج هذا المصل. تقول لي طب ليه يا ابو حميد المصل ده اصلا ضروري في كل هذه الحوارات؟ المصل ده بيتضاف على الخلايا الجذعيه في المفاعل الحيوي زي ما قلنا، وهو اللي بيمنع الخلايا الجذعيه من انها تقتل نفسها. يا رب يا ابو حميد، والخلايا الجذعيه ممكن تقتل نفسها؟ ايوه عزيزي، الخلايا دي عندها ميكانيزم بيمنعها انها تنمو وتتكاثر في اماكن غلط، بحيث لما تبقى في الجسم تبقى بتنمو في المكان الصحيح. لكن انت تجيبها بره كده وتقول لها تنمو مش هتنمو. دي يا عزيزي حاجه كويسه لانها بتحافظ فينا او في الحيوانات على النمو بشكل صحيح. طبعا انت يا عزيزي عايز تخلي الخلايا دي تنمو في البايو رياكتور، وهي مش من خصائصها يعني انها تعيش في هذه البيئه الصناعيه. فبالتالي انت محتاج تمنع الخلايا من انها تنتحر في البايو رياكتور، والحاجه الوحيده اللي بتعمل ده هي الـ FPS. فبحسبة بسيطة يا عزيزي انت محتاج 50 لتر من مصل الـ FPS ده. طب وجنين البقرة يا ابو حميد بيطلع كام بقى؟ ما بين 150 ل 550 ملي لتر. ده انت سفاح. فبحسبة بسيطة انت محتاج ما بين 90 ل 333 جنين بقرة عشان تعمل سندوتش همبرجر. ولا عايز انت تاكل من لحم كتافي تعمل برجر اسهل. في الحقيقة يا عزيزي لحد ما نلاقي بديل صناعي او نباتي للـ FPS ان بدي ملهاش اهل يسالوا عليها، فاللحوم المزروعه في المختبر هتفضل شيء غير مجدي تماما. والاف بي اس مش حاجه سهله تستبدلها لانه بيحتوي على تقريبا 1800 بروتين مختلف واكتر من 4000 ماده ثانيه مهمه لاداء وظيفته. تقول يا ابو حميد عندي فكره، بنحاول نعمل البروتينات دي في معمل. بلاش موضوع الاجنه ده مش حلو. في الحقيقه يا عزيز ده موضوع مهم للعلماء والشركات المهتمه باللحوم المزروعه وبيحاولوا بالفعل يعملوه، بس للاسف هو مكلف جدا جدا. بروتين زي ترانسفيرين ممكن سعره يوصل ل 260 دولار للجرام الواحد. ماده ثانيه مصل الاف بي اس اسمها تي جي اف بيتا ممكن يوصل سعرها لكذا مليون دولار للجرام الواحد. مادة دي يا عزيزي اغلى من الالماز. ده غير طبعا تكلفه المعمل والاجهزه الضخمه اللي محتاجه تفضل متعقمه بمستويات عاليه جدا، لان لو اي فيروس او بكتيريا اتنقل للحمه دي هيبوظ الكميه بالكامل. فلما تحسب كل الحاجات دي يا عزيزي وتشوف هتطلع لحمه قد ايه في الاخر، هتكتشف يا عزيزي ان ثمن الكيلو واقف عليك بحوالي 20000 دولار. طب وبعد الخصم يا ابو حميد؟ شو الاسئله دي يا عزيزي؟ وحتى لو قدرت تخفض من تكلفه انتاج اللحم بالشكل ده فسعرها غالبا هيفضل
بين مئات وآلاف الدولارات. ده غير طبعا التحدي الأكبر وهو إن اللحمة دي تبقى نفس طعم اللحمة العادية. إن لم تاكل المفروض تبقى أحسن كمان، لأن الطعم بتاع اللحمة الحلوة اللي بتدوب في البق دي بيكون ناتج عن آلاف من البروتينات والدهون والكيتونات والمركبات التانية في اللحمة. يا أبو حميد اللحمة فيها كيتونات، فإحنا محتاجين نبقى واخدين بالنا كويس قوي من التفاعلات بتاعة الخلايا في المفاعل الحيوي عشان تطلع المواد المسؤولة عن الطعم بنفس النسب الطبيعية. وعلى الرغم من كل التحديات الضخمة دي، إلا إن في ناس كتير شايفة إن في أمل إن إحنا نتخطى كل ده. أنا استعين بعربات الكبدة يا أبو حميد. لا عايز بتكلم جد. فمثلا عندك البروتينات والمواد الحيوية اللي مطلوبة في مصل الإف بي إس ممكن تنتجها خلايا بكتيرية أو خمائر معدلة وراثية زي ما بننتج الإنسولين الصناعي مثلا. الله عليك يا خمائر. وبالتالي ده إن شاء الله يخفض سعر التكلفة بشكل رهيب. وزي التكنولوجيا عايزين تعرف بتكون الأول مكلفة جدا في البداية، مع الوقت سعرها بينزل إلا لو قبل دخلت الموضوع. المهم أن اللحوم المزروعة في المختبر ممكن بالفعل تبقى حقيقة بنعيشها وبناكلها خلال 10 سنين جايين، ولما سوقها يكبر والمعامل المسؤولة عن البحث فيها تقدر تحقق تقدم علمي يقدر يرفع من كفاءة إنتاجها على مستوى التجاري. يا رب يا خبائر، بس عايز ربنا يسهل وكل واحد نفسه في حاجه ياكلها من غير ما اي حاجه تحصل. اخيرا ولا سخر، امس شوف الحاجات اللي فاتت، شوف الحاجات اللي جايه، نزل بص على المصادر اللي احنا بنشترك القناه. تعرف عزيزي ان دلوقتي الاكل بقى فيه مواد حافظه، انا بحقد على المواد دي والله، حتى المواد حافظه وانا لا.